يلا سلا المسلسل مم عينيا اللي الحمد لله لال اعجاب الناس بزاف. كنوجد ان شاء الله لون ميتراج مع سعد الشرايبي ان شاء الله اون سيري بوغ رمضان، باقي ما نقدرش نهضر عليها تو سويت، وان شاء الله بلا بلان بلان شوز كامل ان شاء الله. بيان صراحه لا انا سيتكم ماشي هو دابا، زعما ماشي الحاجه اللي كنفكر فيها، واصلا ما عنديش فيها صراحه شي بروبوزيسيون. انا جوست بلوس سيري و دابا اللي انا همني اكثر هو لي لون ميتراج، حيت السينما باقي ما بنتش فيها، و ارتستيكمون بارلو حاجه اللي كتعجبني بزاف واللي باغا نلقى فيها راسي. دونك فوالا ان شاء الله السينما اكثر، و بيان سور التلفازه، لان التلفازه هو اللي باش كندخل الباب الواسع للجمهور، وبغيت نبقى ديما قريبه من الجمهور ديالي. غازيا صراحه باقي ما تفرجتش فيه، دونك درت فيه اون تيت اباريسيون باردون، سيتو اكثر باش نتعرف على المخرج نبيل عيوش، لانه بالنسبه ليا شخصيه اللي الواحد خصو يتعرف عليها ملي كيكون خدام في هذا الدومين. دونك فوالا تعرفت عليه وعجبني الحال، واخا ما خدمتش معاه بزاف سيتو ان تيغول، ما عنديش مشكل. انا كنقول نقدروا نخدموا لي بتيغول، نقدروا نخدموا صغير، المهم الواحد ايفولوي يتعرف ويتعلم. دونك انا بالنسبه ليا ليكسبيريونس ديالي واخا صغيره تعلمت منها بزاف حوايج. جو بونس كو الدور ديال ابن ابي دار ماشي هو الدور ديال مرت نبيل. ابخي انا ما كنقولش انا غندير بحال ولا ما غندير بحال، انا الادوار كناخذهم تنقرا لو سيناريو كنشوف واش لو رول زعما مو بارل، يعني شي حاجه اللي غنلقى فيها راسي. ابخي بيان سور انا عندي سارتان ليميت اللي هاد الساعه ما بغيتش نفوتهم، باش لان الجمهور ديالنا باقي ماشي ما باقي الا بانك ابخي، وانا ما باغا نمشي معاه بشويه بشويه، والحب الجمهور ديالي مهم 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 بالنسبه لي. صراحه ما اختاريتش لانه بحال تقريبا الجمهور اللي طلبها مني، لانه سيبغي مزيان الواحد يبان في الادوار في الافلام، لان حنا اول حاجه ممثلين، ولكن الناس بحال كيبقاو يسولك على شي حوايج. انا اصلا كندير لي فوتو، دونك حسيت بان شي حاجه اللي كتعجبهم انا كنبغي نتشارك مع الجمهور ديالي اي حاجه، يعني انا دابا كنقول لهم انا ديالهم، والحاجه اللي شاركت معايا يعني سي لو كوتيديان سناب شات سي تو لي جور، الحمد لله غادي وكيتزاد، يعني بالنسبه لي شي حاجه اللي كتعجب علاش لا، الحاجه اللي كتعجب نزيدو فيها ونديفلوبيها. انا جو سو ريان كنقول لهم انا ما عندي ما نعطي ولا كونسي، ولكن الحاجه اللي كنعرفها واللي كنعرفها كنتشارك مع الجمهور ديالي لانه اقل ما يستحق. باقي ما هضرتش كاع في هذا الموضوع وباقي ما نهضرش فيه، ولكن كنخمم شي حاجه. انا ديفلوبيت لا مارك ديالي ديال كوزميتيك ديال اباد ديال زيت ارغان، ولكن انا حابه تدخل شي حاجه اخرى ان شاء الله تكون من الاولين تعرفوا.